أرجون. نعم؟ لازم تعبي استمارة الهجرة. أكيد كنت بعرف، ما أنا سافرت كتير بدون هالاستمارة. موظفين الهجرة دائما بيرحبوا فيني. أوكي. هي أول رحلة دولية لك؟ لا لا لا، سافرت كتير من قبل، الناس بينادوني الرجل الدولي. سافرت كتير حتى أني ما بتذكر من وين بلشت السفر، صدقني. بس ما في ولا ختم على جوازك. إيه حقيقة، لأنه أنا جوازي القديم انغسل وتوسخ، فلهيك أنا غيرته. يعني هذا الجواز جديد كتير. أهلا وسهلا فيك أستاذ. شكرا. وأنا كمان بضم صوتي لصوتك بهالموضوع. ليك أنا عندي جوازين واثنيناتهم موسخين كتير. بصراحة أنا فكرت أنه إذا أنت اكتشفتي أنه أنا ما سافرت من قبل، وقتها أنا رح أحبك أكتر بكتير من قبل. أرجون، أنا بحبك على طبيعتك مثل ما أنت. طالما أنه الجواز نظامي موجود، ما في داعي تأكلهم. عن قريب رح يصير فيه كتير أختام، حتى أنك ما رح تلاقي مساحة. وهلأ سيد أرجون شارما، نعم، أنت هلأ جاهز لحتى تبلش رحلتك الأولى من رحلاتك الكتيرة معي؟ جاهز تماما. تفضلي. واو، موريشيوس، شجرة موريشيوس. واو، شو هالسيارة الرياضية؟ هذا شكله معصب كتير، شو بو هيك وقف؟ مرحبا مدام، أهلين فيكي بموريشيوس. هاي سيارتك. هاي سيارتك؟ يعني أنا قصدي شو هالسيارة هاي؟ عفوا منك، أنت رح تسوقي؟ من هلأ أنا اللي رح سوق حياتك. شو؟ ولا شي، يلا طلع. ثانية بس، فيني أخذ كم صورة؟ لازم أبعت الصور لعيلتي فورا. ها؟ أنت لسه ما مليت من أخذ الصور؟ لا لا لا. ما بهم شو عم بتقولي، في شي بهوى هالبلد بخليكي تحسي بالأمل. بصراحة معك حق، هون أنت ما عندك ناس تزعجك ولا عندك مشاكل كل يوم. نحن هون لحالنا. إيه لحالنا؟ ابعد عن كل الناس. ايه منروح؟ يلا نروح.
ماما لو سمحتي اعملي لي فنجان شاي، راسي كتير عم يوجعني. انت لازم تاكلي شي يا سانج، سمعتي؟ انا هلأ باكل شي عالطريق لاني تأخرت كتير عشغلي. سانج نحن صار لازم نحكي بموضوع أرجون يا سانج، كل الشي اللي صار. بابا اليوم منحكي بعد ما أرجع لأني تأخرت كتير عشغلي. سانج بنتي، كتير حلو هذا المكان، كتير بجنن. مايا هالمحل كتير حلو، كتير رائع. شكرا. بصحتك. واو بصحتك. واو هذا كتير. على مهلك ديري بالك. انتبهي مايا. دائما كنت منتبهة، هلأ وقت صير مهملة. لا هذا هو وقت الشغل. تعي هذا المكان عن جد كتير بجنن. هذا رح يكون المسبح تبعنا وكل الموديلات رح يكونوا هون، وكمان رح نصور من هنيك. أما هاد فهو رح يكون محلنا الأخير. أوكي أوكي ماشي، بس اليوم عطلة، ساوي هالشي بكرة. بكرة روح مع الجروب وبعدها استطلع الجزيرة وبعدها بتاخد اللقطات. أوكي. تعرفي شو؟ أنا جهزت شوية قوائم، تعرفي يعني هي أول مرة بسافر، في شغلات لازم نعملها وشغلات ما لازم نعملها، التزلج، السباحة، الرياضة المائية، وكمان ما في داعي لهي القائمة. طالما أنا هون ما رح تحتاجها، لأني رح أختار الأفضل لمصوري الأفضل. أوكي أنت قلتي لي أنه بكرة رح نروح نشوف الموقع، فينا نشوفه اليوم؟ طيب لأنه ما بدي أخذ أي لقطة بآخر يوم، ممكن أني أتوتر. شغل بكرة خليه اليوم وشغل اليوم لبكرة. بترجاك لو سمحتي خلينا نعملها اليوم وبعدها رح كون فاضي. أوكي أوكي يلا بشوفك، لازم أتفتل هون. ماشي باي. ألو أرجون قرر يعمل الاستطلاع اليوم، يلي رح تعمله بكرة لازم تعمله اليوم. كل شي لازم يكون منظم. سانج مو مهم إذا بقيتي معي، أنا رح أبقى معك على طول. بقصد هذا هو الحد، أنتي عم تتجاهليني. مرق يوم كامل وأنتي حتى ما اتصلتي. عن جد أنتي كتير أنانية، بس ما في أي مشكلة، أنا رح سامحك لأنه طول عمري كريم.
عن جد الشغلات بتصير مملة بدون زرافتي طبعا. سانج حبيبتي لخليكي تعتذري مني، ما بدها غير تسمعي صوتي وتضعفي قدامي. عم بتسكر بوشي؟ طيب مو مشكلة، هلا بورجيها رح ابعت لها صوري. كيف يعني هي بتتجاهلني هيك؟ بعد ما تشوف صوري الحلوة رح تتصلي فيني، وبعدها بعدها ما رح يكون فيكي تتجاهليني وانا يلي رح اتجاهلك. انتو جاهزين؟ استاذ القارب صار جاهز. جاهزين؟ يلا. البكي رح يعمل لك تجفاف، لهيك اشربي كاس المي. تقدري تخبريني السبب وراء حالة التجفاف؟ شوفي ما في ولا شيء. كرامتك، السبب اللي رح يخليني اخسر القضية لأنه بنتي سانج قاعدة وعم تبكي كتير قدام الكمبيوتر. ارتاحي اليوم، روحي على البيت، اليوم إجازي. ليش؟ ليش لأخذ إجازة؟ يوم عرسي شي ولا عرسك؟ في مناسبة أو عزا؟ في شي؟ لهيك رح اشتغل. ماشي؟ ماشي منيح، شكراً كتير. شوفي ليش عم تتطلعوا على شغلكن. شو بكي سانج؟ ليش يا غبي؟ انت ليش عم تزعجني لهالدرجة؟ طيب انت موجود مع حدا تاني هلأ، معناها خلاص اتركني بحالي. شو هالجزيرة الحلوة؟ رح نبقى هون، رح نصور هون. استاذ مو هاي الجزيرة. شو هاي لكان؟ مديرتك اختارت جزيرة تانية يا استاذ. مو مشكلة، نحنا رح نصور هون هلا. بس هالشي خطير كتير يا استاذ، وهالجزيرة رح تنغمر بالمي قريبا. مو مشكلة، رح نبقى هون. استاذ هالشي كتير خطير. مين المصور هون؟ انت استاذ. مين رح ياخذ الصور؟ انت استاذ. لهيك مين رح يقرر؟ كمان انت. مين رح يروح بالاول؟ انت استاذ. يلا نروح. طيب اتحركوا. يلا يا شباب تعالوا. Thank you.
من هذا اليوم كل لحظات حياتك اللي جاي رح تتلون بحبي أرجون. اليوم أنت رح تصير ملكي. هالمكان كتير كتير حلو. واو، هاد عن جد بيجنن. شباب شو رأيكم؟ ممتازة. تمام استاذ. اوكي، هاي رح تكون مجموعتنا. ماشي اوكي، العارضين بيكونوا هون. هذا وقت المد العالي، خلي الكل يطلع معك. اوكي استاذ. شباب نحن لازم نروح. استاذ هذا وقت المد العالي، لهيك لازم نحن نرجع هلا. بترجاك استاذ، عن جد الشغله خطيره. اسمعيني حبيبتي، قولي لي شغله، انت هلا خايفه من المد العالي؟ ايه استاذ. لكن ارجعي فورا وانا رح الحقك بعد شوي. ماشي يلا روحي. لا لا استاذ، ما فينا نتركك هون. انتوا لازم تروحوا وانا رح ارجع بعد شوي، رح اخذ صورتين وبعدها بلحقكم. لا تخافوا، انا رح دير بالي على حالي منيح، لا تقلقوا نهائيا. يلا شباب يلا روحوا. انت روحوا متاكد؟ خلاص ما تاكلوا هم. يلا 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 اركضوا اركضوا اركضوا. يلا يلا يلا. يعني متأكد؟ متأكد. دير بالك. ماشي أكيد. غريب هالشي، ما بيهم إذا عملت شي، كل الشغلات الحلوة بالعالم لحالها بتجي لعندك. وأنا هلأ بدي أهدي هذا الشي لأغلى حدا رح يكون موجود بحياتي. ماما، ماما، أيان، سانج، رفيقتي سانج. سانج، مو غريب هذا الشي؟ أنا قاعد بأحلى مكان بالعالم وحاسس إني وحيد لأني بعيد عن البيت. ما فينا نشوف الأشخاص يلي منحبون عم يتوجهوا. أنا ما عندي الشجاعة لحتى اترك أمي وبعد عنها. مايا، أنا ما بعرف ليش صاير عم بحس هيك تجاهك، عم بحس إني صاير قريب منك كتير.
بحبك أرجون. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.